أضحت هوليوود جزءاً أساسياً في المعركة الثقافية التي تقال على الأمة، وذلك بما ينسجم مع السياسات الأمريكية. لذلك بدأت تعطي الصور الانطباعية عن حامل الكوفية أو لابس الكوفية، فإحنا دائماً بدون تفكير وبدون حاجة للشرح في الفيلم الأمريكي يصبح لابس الكوفية هو إرهابي ومفترض. سنة 1967 بعد الحرب التحول صار أنه العديد من الكتاب السينمائيين اليهود بدأوا يعني يدلوا بدلوهم في هذه الأفلام ويقدموا صورة سلبية للعربي. ومن الأفلام الشهيرة على ذلك فيلم نتورك، شبكة تلفزيونية، كاتب السيناريو كان يهودي معروف وحاول يظهر أن العرب سيتآمرون على العالم ويجب أن نتنبه. يعني هذا كان يعني الثيم الرئيسي بالفيلم.